حياكم الله مشاهدي الكرام من محافظة الشماسية، أحد محافظات منطقة القصيم. أتواجد الآن في هذا القصر، يسمى قصر الفعيم التاريخي. بناخذكم جولة في هذا القصر وتعرف على صاحب هذا القصر أكثر وأكثر، وحياكم الله أجمعين. وأتشرف متابعين الكرام أن أقدم لكم أحد ملاك هذا القصر، قصر الفعيم التاريخي في محافظة الشماسية. تعرف المتابعين باسمك؟ نعم، عبد الله صالح الفعيم. عبد الله صالح سليمان الفعيم. ونعم فيك. نعمة حالك وحالك زوج. أبو سليمان، كم عمر هالقصر تقريبا؟ هذا القصر الله أعلم أنه ب 400 كذا. 400 عام؟ نعم. تقريبا 400 عام، لأن أجدادنا وأجدادنا كلنا على ما قال متوارثين. متوارثين وساكنين أبوه، لا شيء أبوي أنا. احنا ساكنين أبوه. إيه. 1400 احنا هذه الديوانية حقتهم. إيه ما شاء الله. من الحين فنوا الحوش ورفعوه. هذه وش يا أبو سليمان؟ ها؟ هذه وش تسمى؟ فريق هواء. ديوانية هي قاية. هواء. شفت؟ اسلم. وهذه يوم جاء إبراهيم باشا يوم شمعوه عاد بنوها. قالوا إنه يطيح. اسلم. شفت؟ جو وسدوه ولا كله حافله ابوي. ايه. يبي يدوره اوراق الاملاك. الله. ايه. وحافل كل هذا. ايه وهذا مثل ما قلت حين ابوه 1400 ابوه هذا اللي جرب ذا. الله. وشيل عاد شالوه. يعني يا ابو سليمان انت عشت بهالدار. اي والله عشت بهالدار. يا بعد راسي. طيب نشوف الاجزاء الثانيه صار عمرك. ايه. وش الموجود؟ بسم الله. تدخل منه. ايه بسم الله. هذه الصاله على محجاره. ايه. صاله الطبخ والطبخ. شوف شلون هم التنور، والله اني قابل التنور بهذا. هذا عباره عن مطبخ. ها هي مطبخ عباره عن صاله. طيب كم افراد الاسره تقريبا يا ابو سليمان اللي بهذا القصر؟ اللي ابوه تقريبا الله اعلم انه والله اني ما ادري، لكنه بها خمسة أشخاص. خمس عوائل. ما شاء الله. طيب. وهذه وش اللي جت منها؟ هي بس ذي وراها زاوية كذا. وش؟ والله ما أدري بصير. هذه القصة اللي أنا أقول لك. إيه قصة التمر. حطهم بالتمر. إيه وللمعلومة مشاهدي الكرام، قصة التمر هي عبارة عن مستودع أو مخزون، محل يخزنون فيه التمور. نعم. طيب هذا طبعا اشوف فيه طابق ثاني. اي نعم. طيب نبي نطلع الطابق الثاني. يلا توكل على الله. الان في الدور الثاني في هذا المنطقه وش تسمى؟ هذا؟ اي قام قال له المصباح. مصباح. المصباح. هذا المصباح. اسلم. مو هو اجتماع انبوه يجتمعوا انبوه ياكلوا انبوه. ايه. وهذا الروشن. بالدور الثاني، الروشن عباره عن ايش ابو سليمان؟ الروشن مثل البلكونه. اي وقت العروس ووقت ذا. اوه يا سلام. طيب في اقسام هنا ابو سليمان، وش هو له؟ وين؟ الاقسام هذه مربعات. هذا محطوط من قبل بس اللي مشوا ذولا حطوه ولا ما ابو سليم. ايه. يما ذا مغسل على ما قال. ايه يا سلام. يصبحون معاريس والاشياء هذه. حتى الاولين يا ابو سليمان رومانسيين. اي ما بس والله. يا حبي قلبي. انا تزوجت بذا. ما شاء الله عليك. والله انا متزوج بذا. يا بعد قلبي. خواتي وبناتنا وكلنا بذا. الله، يا عرست بهالقصر؟ انا عرست والله بهالقصر. له ذكريات عندك هو شيء. هو شيء. روح طرح. هاي وجون على جنب الجو. ايه. الله، الضيق ذي وش هو له؟ ها؟ عشان يشوفون اللي يجي واللي يروح. يا سلام. وهذه بعد يطلون عليها يشوفون الناس اللي جالسين. يا سلام، نبي نلقى الدور الثاني. نعم. او السطح بالاخير. السطح. بسم الله. هالحين رقينا السطوح. يا سلام. يا الله، والجميل يا جماعة الخير انه هالسطح يطل على هالنخيل، على هالحويط. يا رب من فضلك. النخيل مزارع النخيل. تفضل هنا. يا الله، شو نصور بالله؟ صورنا هذه تكفى تحت. يعني عدنا ذكريات لك ابو سليمان بهالبيت اليوم بهالجوله، عدنا لك الذكريات. طيب الا يشوف يا ابو سليمان،
لاحظ معي سبحان الله العظيم فن الإتقان في البناء والتصميم. نعم. يعني ولا مهندس معماري. اي أيوة والله. ويمكن اللي بناه ما عنده لا شهادة في الهندسة ولا شيء، لكن عندهم الخبرة. صحيح، عندهم الخبرة وعندهم الحاجة من الاختراع فعلا. لا بشك. شوف شوف هذا وش هذا يا ابو سليمان؟ هذا الحجر. ها؟ حجر. وين؟ حجر وطين. لا هذا بلك. هذا بلك، ما هو حجر. تمام. الحجر تحت بس لا ما دحت. الحجر على الأساس يعني. على الأساس والأمطار ما الأمطار. تمام. ايه. والسقف مثل ما تشاهدون من أعمدة الأهل. ايه. وتريد النخاع. يا الله حلو. وهذا الركن يا ابو سليمان اللي قلت لي انه تعرض للهجوم. نعم. من قبل ابراهيم باشا. ابراهيم باشا. نعم. طيب منين رموا ال رموا من الشمال هذه من المرتفع من الجبل هذا؟ الجبل هذا رموا على القصر. هو اقرب ما يصير لهم معلى. ايه. ايه. ونزل وذا واستعد بحرب، واليوم انه شافوا ما طاح قصر ولا غبار ولا شيء. القذيفة جت بالحجر. بالحجر. وما طاح. ولا طاح ولا شيء. ايه. بس شلق الحصيات. ايه. قالوا هذول ما فيهم قوة. ايه قال. قالوا طلعوا خلوهم. يوم ان الله راد يهزمهم. ايه. وانقذوا منا وطلعوا مع هالدرب ذاك. الله. كل هالمساحة. دقيقة اصبر اصبر. ايه. كل هالمساحة يا ابو سليمان جصة. نعم. ايه نعم. معناته يعني في 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 مخزون مو بسيط. ما هو بسيط. لا والله ما هو بسيط. هي معروف. هم على الله ثم على التمر. الله. طيب تقولي حد هلا وين طال عمرك؟ وش الجصة؟ الفوق. لعلة. مرة ما تشوفها كلها. ما شاء الله. طيب لها معناته لها فتحتين. إيه لها دورين. اسلم. دور تفتح يفتح عليه مع الباب لفوق. اسلم. وواحدة من هنا. من تحت. من تحت. طيب أبو سليمان ذكريات الجصة معك. يا الله. يا حلو الذكريات. رحم الله من سكن هذه البيوت يوما. آمين. اللهم صل. شوف البيبان. أقول هذا باب القصر. هذا باب طبعاً. أي. من خشب. إي من خشب. وهذه المزرعة مزرعة النخيل. إي نعم. بجوار القصر. الله الله. بسم الله. وش أكثر ما تنبت هالمزرعة؟ سكري خلاص. سكري هذا. سكري. سكري وخلاص. ايه لما لا الاول انك ذاك اسمع ايه شجر ومحتوم وهو تبرى هي الشقره ايه. ايه. والونانه والونانه ومستنيه وشويعره والقطاره الله والخضريه خضريه كبار الله الله ايه. ايه. وام الخشب الحزن عليه ايه. وام الخشب كانوا مركزينك الحين على الخضريه ايه. والشقره والمكتوميه والطيب لا تستغربوا منها للطيب أصر أبو سليمان إلا يعزمنا على فنجان قهوة جايب لنا قهوته معه وسيارته الله يخلف عليه بالبركة ما هو غريب عنكم يا أهل الشماسية العلم الغانم ولخاب ظني بالرفيق الموالي مالي مشاريه على نايد الناس ويا على القصر ما لقيبه ظلالي ينهد من عالي مبانيه لساس لا صار ما هو مذهلا للرجالي وملجأ المنه يشكي الضيم والباس بحسناك يا منشي حقوق الخيالي يا خالق أجناس ويا مفني أجناس ختاما أرجو أن يكون هذا الفيديو نال على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس واللايك فديتكم والتعليقات ومشاركة الفيديو إذا أعجبكم.